أمس كنت تكلمت على صندوق النقد الدولي الذي باشر جولات حوارية بالمغرب لاستقاء معطيات حول الوضعية الاقتصادية وقلت لكم أن صندوق النقد الدولي اللي مد قروض للمغرب الآن جاء باش يشوف ملابسهم الداخلية وجاي يدخلهم للمطبخ الداخل ويقول لهم واش راكم تاكلوا واش راكم تشربوا ونقصوا في الغاز ونقصوا في التريسيتي ونقصوا في كذا هذه هي الخبر هذا راهو البارح لكن الجديد اليوم الجديد اليوم يا عباد ربي شوفوا ذاك الرخص والطحين الجديد هو انه اوصى البنك الدولي في تقرير حديث اصدره اليوم الخميس اليوم البارح جاوهم الاربعاء اليوم الخميس دار لهم الوصفه الاولى لوردونوس الاولى قال لهم باللي الغاء المغرب بالغاء دعم غاز البوتان وزياده تعريفه الماء سيد جاي يشوف دراهم وراهم البارح الاربعه جاو الخبراء نتاع البنك الدولي صندوق النقد الدولي جاو البارح المغرب بايتين اليوم الصباح ناضوا راحوا يفركتوا في الديار دو افتح افتحي افتحي انت واش راكي هاي من بعد كداروا التقرير قال مشوف غاز البوطان هذا لازم تطلعو في البري تاعو وتنقصوا من الاستعمال تاعو والماء لازم تزيدوا في الفاتوره والغاز والمقارون لازم تاكلوا مره في السمانه مقرون تاكلوا مره في السمانه والحوت حبسوا ما تزيدش الحوت لازم تصدروه اسبانيا ممنوع زيت تأكلوا الحوت ممنوع وقال لهم المقروط هذاك والحوايج هذه هذي راكم ديروا الحلويات حبسوا عصرين السكر غالي ما تاكلوا هذي الحلويات خلوها فقط للاجانب كي يجوكم السياح اللي توريست تعطوهم ياكلوا انتم ما تزيدش تاكلوا وموتوا بالراجل والطاجين ما تزيدش طيبوا عصرينو قلنا لكم نقصوا صندوق النقد الدولي قال للمغاربه هاك طاجين حبسوا عصرينو مقروط والحلويات حبسوهم السكر غالي تريسيتي زيرو رواحكم ما تشعلوش الضوء العشرة التعليل طفوا الرقاد هيا طفوا تريسيتي ورقدوا الغاز زيرو رواحكم ما نبقاوش احنا نسلفوكم في درام باش تخسروا في الغاز المهم راهم دايرين فيهم الفي راهم دايرين فيهم الفي هذا هو جماعة صندوق النقد الدولي زيد وشني التعليق الثاني اللي مليح هذا رحنا ليه هذا كملنا زيد وشني ايه هذه صورة ثاني مليحه صورة هايله الطحين في الصحين لاول مره في العالم العربي المغرب يفتتح كنيسا يهوديا في حرم جامعي شوف ذاك الرخص في الجامعه الداخل الجامعه في الجامعه يفتحوا حرم يفتحوا في الحرم الجامعي كنيس يهودي كنيس يهودي موجود في مصر لانه موجودين يهود موجود في الامارات فتحوه مؤخرا في الامارات عندهم يعني كنيس يروح بصح كنيس داخل الجامعه داخل الجامعه يعني في الجامعه قداش كاين يهودي يقراو عشرة عشرين عشرين تفتح لهم داخل الجامعه يعني شروط شروط الصهيونيه العالميه على منظومه الرخص والطحين في المغرب للاسف الشديد المغاربه اليوم اكتشفوا واحد الحاجه مهمه جدا وكشفوني انا بصراحه داروا واحد الفيديو على بن سديره قالك الفيديو القنبله حقيقه العميل الجزائري بن سديرة شاذ وعائلته جرات عليه يعني تتبرعو منه سمحوا عليه وعنده عشيق كيعيش معاه في الدار والله ما على والله وراه العشيق هذا عصري وراه من يكون من يكون العميل بن سديرة؟ داروا عليا فيديو وانا اللي عجبتني وشن هي الجزائريين يبعثوا لي بزاف ها شوف دارو شوف داروا عليك هذه يسموها واحد القناه هذيك تاع شوف تي في هذيك اللي فيها هذيك الباكرا سمينة تبدا قالوا لي راهم عليك فيديو وانا قلت شنو هذا الفيديو دخلت سمعت زوج كلمات نلقاهم يهضروا على واحد شكون هو والله ماني عارف ومواليه متبرين منه وعايش متشرد وكذا و... 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 الصحافه بعد انتهاء الازمه الامنيه دخل الصحافه وك... صحافه دخلتها قبل الازمه ولا بعد الازمه والله ماني عارف انا نتخيل إلى من شنكذب دخلت الصحافة في ثمانية وثمانين، كانت مازالت مكانش الأزمة، وفي عز الأزمة أنا كنت صحافي ومش عارف لو ما قالك بعد الأزمة وكان مشرط، المهم قصة طويلة من بعد كان نقول لكم روحوا تفرجوا الفيديو هذا هو مليح فيه شوية كلام بذيء على بنزديرا ممكن الجماعة اللي اللي يحوسوا يعرفوا حقيقة بنزديرا روحوا يشوفوا الفيديو هذا يلقاو حقيقتي ثم الصورة الثانية اللي هي ثانية نفس الشيء صورة مهمة. هذه الصوره نتمنى من الشيخ مراني ربي طول في عمره على قيد الحياه اللي هو هو والشيخ عباسي رحمه الله كانوا في ضيافه الملك الحسن الثاني هنا بدا الترتيب للانقلاب على نظام الحكم في الجزائر هنا في بدايه في بدايه قوه الجبهه الاسلاميه للانقاذ الملك المغربي يقدم دعوه لقياده الجبهه بقيادة برئاسة عباسي مدني رحمه الله ويتفق معهم على شروط أنا عندي بعض البنود في اللقاء السري هذا لأنه صرت سريب من المغاربة لكن نتمنى من الشيخ مراني لأنه هذا اللي في الصورة بالجلابة الزرقاء طبعا مع عباسي مدني رحمه الله هو الشيخ مراني اللي كان في تلك الفترة كان مسؤول خزنة المال يعني شغل وزير المالية في الجبل الإسلامي الإنقاذ ثم يعني انشق على القيادة وأصبح وزير الشؤون الدينية في حكومة سيد أحمد الغزالي وتكلم في مذكرات نتمنى أنه يتكلم على هذا اللقاء بالخصوص نتمنى من أي صحفي جزائري في أي قناة أو أي مجلة أو جريدة يتصل بالشيخ مراني ويقول له يعطينا ماذا دار في هذا اللقاء مع عباس مدني لأنه هذا اللقاء بالذات هذا اللقاء كان قبل أسابيع قليلة من التحاق العيادة زعيم التنظيم الإرهابي بالمغرب أين كان يقيم في قصر داخل قصر الملك الحسن الثاني في سلا الرباط أسابيع قليلة ومن بين الذين كانوا مع العيادة أبناء الشيخ عباسي مدن إذا إذا كان يقدر يقولنا الشيخ مراني ماذا اتفق الشيخ عباسي مدني مع الحسن الثاني في هذا اللقاء اللي كان لقاء يعني مطول نتمنى انه يعطينا تفاصيل نتمنى هو يعطينا التفاصيل ومن بعد نعقب عليها لانه التفاصيل انا عندي وصلتني لكن ننتظر هو يعطينا التفاصيل ومن بعد هيك <applause> مليحه أكثر مره نستنك انت تسمى نرمي الغلط باش نجيب الصحيح انا راهو عندي ها بس رد بالك نستنك تعطينا واش كاين ومن بعد